نشرة مفصلة لآخر وأهم الأخبار، أهلا بكم والبداية بالعناوين. Bugün havuza çekim işlemini yaptığımız. عائدا إلى معزوفة المناطق الآمنة، رئيس النظام التركي يواصل السير في ألعابه العدوانية تجاه سوريا. سلطنة عمان وإيران توقعان مذكرات تفاهم وتشييع جثمان العقيد أحسن صياد خدائي بحضور قادة الحرس الثوري الإيراني. تدمير مستودع ذخيرة كبير لمدافع هاوزر أمريكية الصنع والقوات الأوكرانية تلغم مرافق السكك الحديدية أثناء انسحابها من مناطق دونباس. أهلا بكم. عادت العاصفة الغبارية التي تتعرض لها محافظة دير الزور للنشاط لليوم الثاني على التوالي، وازدادت بشدة الرياح المحملة بالغبار والتي تسببت بحجب الرؤية وحصول بعض حالات ضيق التنفس لدى مرضى الربو. وأكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور ربيع العرفي في تصريح لوكالة سانا أن المحافظة وضعت منذ يومين كل فرق الطوارئ والكوادر الصحية في حالة استنفار قصوى تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال العاصفة، وتم نشر سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر العربي السوري وفرق الإطفاء والدفاع المدني على عدد من المحاور ضمن المدينة. من جانبه بيّن مدير صحة دير الزور الدكتور بشار شعيبي أن المديرية رفعت الجاهزية في مشافيها والنقاط الطبية التابعة لها، وقامت بتأمين اسطوانات الأكسجين والأدوية والعناصر لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في هذه الأجواء، إضافة إلى رفع جاهزية أقسام الإسعاف لاستقبال حالات الكسور أو الحوادث التي قد تسببها العاصفة. أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بإقليم خرابوفيسك تفكيك شبكة تعمل على تمويل ما يسمى هيئة تحرير الشام الإرهابية. ونقل موقع روسيا اليوم عن مكتب الإعلام الأمني قوله في بيان إن الشبكة تضم 5 مواطنين من 1 دول آسيا الوسطى يقيمون في مدينة خرابوفيسك، وقامت بتمويل الإرهابيين وجمع الأموال لصالحهم. وأكد المكتب أنه تم فتح قضايا جنائية بحق المقبوض عليهم بتهمة المساعدة في النشاط الإرهابي وعدم إبلاغ السلطات، مضيفا أن المحكمة المركزية في خرابوفيسك أدانت الموقوفين وحكمت عليهم بالسجن والغرامات المالية. وصلت مراكز التصفية في مدينة دير الزور وريف حلب استقبال الراغبين بالانضمام إليها، حيث تم أمس تسوية أوضاع العشرات من المطلوبين المدنيين والمتخلفين عن خدمة العلم والفارين. مستمر عمل مركز التسوية في بلدة حيان بعمل بتوجيهات محافظة حلب لتأمين كافة الخدمات اللوجستية للمركز. طبعا التسوية كتير شغلة رائعة المشملة بمرسوم العفو رقم 3 لعام 2022 الصادر عن السيد الرئيس. الإقبال جيد بالتشارك مع الأهالي وجهاء العشائر المنطقة نقوم بتأمين الخدمات اللوجستية للمركز. أنا جاي أعمل تسوية وأنا عندي تخلف، وبتشكر السيد الرئيس على هالمكرمة هي. أمور كلها بخير وأمور ميسرة ومعاملة جيدة وأمور كلها أمور ميسرة جدا جدا. نشكر السيد الرئيس على هالمكرمة العظيمة وشجع كل شيء يضل للعود لحد الوطن ويشارك بناء هذا الوطن. الحمد لله استقبال ممتاز، ما في أي معوقات والحمد لله، وننصح جميع الشباب تسوية أوضاعهم. نجي نسوي تسوية ونحط حضن الرئيس، نرجع على بلدنا ونرجع على مناطقنا ونخبر الشباب ان شاء الله. فرحنا بهالمكرمة هاي ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يعمر هالبلاد ويديم سيادة الرئيس على هذا البلد، وان شاء الله الى مزيد من التقدم والازدهار باذن الله. والله ننصح كل واحد مهاجر او مقرر بي او يرجع على بلده، لانه البلد هو اولى بي وهو اولى ببلده.
بينما وصل الجيش العربي السوري رده على خروقات تنظيم جبهة النصر الإرهابي وحلفائه لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمالي غرب البلاد. أدخل الاحتلال الأمريكي قافلة جديدة محملة بمواد لوجستية من شمال العراق لتعزيز قواعده غير الشرعية في محافظة الحسكة. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة في قطاع ريف حماة شمالي من منطقة خفض التصعيد ردت برماية مدفعية على اعتداءات تنظيم النصرة على نقاط عسكرية مستهدفة مواقع الإرهابيين في محور المشاريع بسهل الغاب الشمالي الغربي. وأوضح المصدر أن وحدات الجيش العاملة في قطاع ريف إدلب الجنوبي من منطقة خفض التصعيد وجهت رمايات نارية مكثفة على مواقع الإرهابيين في قرى الفطيرة وفليفل وصفون وكفر عويد وكان صفرة في شمال الزاوية بريف إدلب الجنوبية وفي محيط معارة النعسان بريف إدلب الشرقية. وصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها سيادة وحرمة الأراضي السورية وأدخلت قافلة محملة بمواد لوجستية من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي شمالي منطقة العربية في أقصى شمالي شرقي الحسكة إلى قواعدها غير الشرعية في الشداز بريف الحسكة الجنوبية. مصادر أهلية أوضحت أن القافلة تتألف من 30 آلية تحمل مواد لوجستية ووقودا عبرت معبر الوليد غير الشرعي واتجهت نحو قواعد الاحتلال غير الشرعية في منطقة الشدادي. والخميس الماضي أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة مؤلفة من 15 شاحنة محملة بمواد لوجستية من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها في محافظة الحسكة. وصل رئيس النظام التركي السيرافي إلى عيبه العدواني تجاه سوريا مستغلا حالة عدم الاستقرار الدولي القائمة حاليا على وقع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، معلنا وعلى مرأى ومسمع العالم الغائبة شرعيته لحساب شرعية الغاب عن مواصلة نظامه إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وعن استعدادات يجري التحضير لها لشن عملية عسكرية بذريعة الرد على الإرهاب الذي افتعله وموله وأمن له الحماية بمساعدة حليفتها أمريكا حسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية. بعمق 30 كيلومترا في أراضي الغير أدار ظهره للداخل التركي، فبعد مخيمات علب الكبريت يريد حصر من رآه في حلب. بمشروع ديموغرافي بؤرة أقام أردوغان مخيماته لتعجيل ما أسماه توطين مليون لاجئ سوري، أتبعها بتصريح يؤكد نيته العدوانية والتوسعية. أردوغان ضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وسيادة الدول وخاصة اتفاق أضنا الموقع مع الدولة السورية عام 1998 عبر إعلانه ما أسماه عملية عسكرية لملاحقة من وصفهم بالإرهابيين. محللون يرون أن النظام التركي يحاول إزكاء أصوات انتخاباته عبر جلب انتصار من الخارج بعدما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المقررة في حزيران يونيو 2023، حيث تصعد المعارضة التركية من خطابها المعادي للاجئين بشكل عام والسوريين منهم بشكل خاص، وسط وعود كبيرة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال فوزها في الانتخابات المقبلة، وهو ما يتوقع أن يدفع حكومة النظام التركي للقيام بخطوات سريعة لسحب ملف اللاجئين من المعارضة قبيل الانتخابات. لا يزال أردوغان يتوسع في مشروع بائد يحاول تمريره في الداخل السوري، وهو ما حذرت منه مرارا دمشق من خطورة مشروع التغيير الديموغرافي للمناطق بما فيها على تركيا نفسها، فالحدود لا تزاح. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية آي بيك صمد ياروف أن الاجتماع المقبل من المحادثات حول سوريا بصيغة أستانا سيعقد في العاصمة نور سلطان منتصف حزيران يونيو المقبل. وقال صمد ياروف للصحفيين على هامش اجتماع حكومي في نور سلطان: الاجتماع 18 من المحادثات حول سوريا بصيغة أستانا سيعقد في الفترة ما بين 14 و 16 من حزيران القادم. ووجهت وزارة الخارجية دعوات لجميع الدول الضامنة إضافة إلى المشاركين الآخرين، وننتظر تأكيدا من الأطراف المدعوة حول المشاركة.
وكان الاجتماع الأخير لصيغة أستانا عقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في كانون الأول ديسمبر الماضي. أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وذكرت وكالة معنى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات حرملة، شرق بيت لحم، ونابلس، وجنين، وصوريف، شمال الخليل، ومخيم عقبة جبر في أريحة، وقامت بتفتيش المنازل. من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مسجداً جنوب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت جنوب المدينة بعدد من الجرافات وهدمت المسجد الواقع خلف جدار الفصل العنصري. وهدم الاحتلال قبل ساعات جزءاً من درج الحرم الإبراهيمي في الخليلة، وذلك في إطار مخططاته لتهويده ومنزلين في أريحة بالضفة الغربية. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف قاعدة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة. ونقل موقع سومريا نيوز عن المصدر قوله إن قاعدة فيكتوري الأمريكية استهدفت بطائرة مسيرة فجرا، وعلى أثر ذلك تم تفعيل صفرات الإنذار فيما لم يتم تسجيل خسائر بشرية جراء الهجوم. من جانب ثاني، ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش الذي استهدف مزارعين أثناء عملية الحصاد في محافظة كركوك إلى 6 شهداء. ونقلت عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان أن تنظيم داعش الإرهابي أقدم على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق النار عليهم مستغلا الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 6 من المزارعين أثناء عملية الحصاد لمحصول القمح وحرق حاصدة وثلاث سيارات ومساحة من المزروعات. انطلق عدد كبير من الإيرانيين بينهم قادة في الحرس الثوري في تشييع جثمان العقيد حسن صياد خدائي، أحد قادة الحرس الثوري ممن شاركوا في مهام استشارية بسوريا. وكان أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن اغتيال الضابط في الحرس الثوري حسين صياد أو حسن صياد خدائي لن يمر بلا رد. بالتأكيد في معراج الشهداء بطهران يشيع جثمان الشهيد حسن صياد خدائي الضابط في الحرس الثوري الإيراني. تخلل مراسم التشييع المهيبة كلمات لكبار القادة العسكريين دعت إلى الانتقام من القتلى وداعميهم. هذه الجريمة اللاإنسانية التي ارتكبتها عناصر إرهابية عميلة للاستكبار العالمي تأتي في منتهى الأسف. في ظل دعم وصمت الدول التي تدعي محاربة الإرهاب، الإرهابيون يحاولون منع الشعب الإيراني من التحرك نحو تحقيق أهدافه السامية وعرقلة مسيرته الشامخة، غير مدركين أن دماء الشهداء تضمن بقاء وشموخ هذا الشعب والبلاد. بلد ضحية الاغتيالات والإرهاب، هكذا عبر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي على اغتيال الشهيد، مؤكداً على الثأر لدمائه بشكل يجعل العدو يندم على فعلته. رد طهران سيكون قاسياً، فالحرب وفق سلامي تغيرت طبيعتها، وهزيمة الأعداء تتطلب التمسك بالشعب وبناء الوطن. الوعيد الإيراني بالرد على استشهاد خدائي جاء من الرئيس رئيسي الذي أنهى زيارته إلى مسقط، زيارة حملت في مضمونها وبين سطورها اتفاقية للتعاون في مجالات عدة أهمها التعاون الدبلوماسي والاقتصادي. الزيارة تأتي في إطار سياسة الحكومة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار،
العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة، خاصة السياحة الصحية. رسالة إيرانية واضحة على تهديدات الغرب والقوى المعادية لها بتعزيز ترسانتها الاقتصادية وتحسينها عبر تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة، ورداً قوياً على محاولة الكيان الصهيوني إضعاف طهران وتشتيت عزيمتها على المضي قدماً بإنجازاتها على جميع المستويات. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن العمل يجري بنشاط كبير لإعادة النسخة الجديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية، وشددت ممثلة الخارجية الروسية على أن هذا العمل جماعي وليس قرارا يتخذ من الأعلى. وأضاف زخاروفا في المنتدى الدولي معاني جديدة لواقع جديد تجري في الوقت الراهن عملية صياغة المفهوم الجديد، وهذه العملية تتم بنشاط كبير. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نزع المصداقية عن نفسه قبل فترة طويلة من اندلاع الأحداث في أوكرانيا. ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله إن روسيا انسحبت بقرار منها من مجلس حقوق الإنسان، لقد كانوا يسعون لتعليق عضويتنا فيه ولذا قررنا فعل ذلك بأنفسنا، مضيفا إن هذا المجلس فقد مصداقيته وزعزع الثقة فيه قبل زمن طويل من تطورات الوضع الحالي في أوكرانيا. وشدد لافروف على أهمية أن تعتمد روسيا على نفسها في المجالات المهمة والتوقف عن تلقي أي إمدادات من الغرب لضمان تطوير قطاعاتها ذات الأهمية الكبرى، مشيرا إلى أن موسكو ستضفي زخما لتعاونها الاقتصادي مع الصين بعد أن اتخذ الغرب موقف الدكتاتور، لافتا إلى أن ذلك سيمنح روسيا الفرصة لتنفيذ خططا لنهوض الشرق الأقصى وشرق سيبيريا. أفادت وكالة نوفوست الروسية بأن القوات الأوكرانية وأثناء انسحابها من المراكز السكنية في دونباس ستقوم بتفخيخ وتلغيم السكك الحديدية ومحطات تقاطع هذه السكك وكذلك الطرق المجاورة لها بهدف منع أو إعاقة تقدم قوات جمهوريتي دونسك ولوغانسك الشعبيتين. من جانب ثان أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع كبير يحوي ذخيرة لمدافع هاوتزر M777 أمريكية الصنع في أراضي دونيتسك، كما أعلنت عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 في دونسك أيضا. خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو 3 مواقع قيادة و36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، وكتيبة مدفعية ذاتية الدفع من اللواء الآلي 14 بالقرب من سوليدار في دونيتسك، إضافة إلى 6 مستودعات ذخيرة في أراضي دونيتسك بما فيها مستودع كبير يحوي قذائف لمدافع الهاوزر أمريكية الصنع. الطيران الروسي ضرب موقعين للقيادة و3 مستودعات للذخيرة و80 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية، إضافة إلى منظومة بوك للصواريخ المضاد للطائرات في دونيتسك. الغارات الجوية أدت إلى مقتل أكثر من 210 عناصر من قوات القوميين الأوكرانيين وتعطيل 31 قطعة من المعدات العسكرية. هذا وقد ذكر المتحدث أيضا أن مقاتلات روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 بالقرب من مدينة كراماتورسك بدونيتسك، وفيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 5 طائرات مسيرة أوكرانية، وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 84 موقع قيادة و463 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، إضافة إلى 137 وحدة مدفعية وهون في مواقع إطلاق نار، كما دمرت 13 دبابة وعربة قتالية مصفحة وأربع رجمات صواريخ من نوع غراد وثلاثة مستودعات للذخيرة. أنهت بولندا اتفاقها مع روسيا لتلقي الغاز الروسي عبر خط أنابيب يامال بعدما رفضت وارسو طلب دفع ثمن الوقود بالروبل، وردت موسكو بقطع الإمدادات في نيسان الماضي.
هذا وقالت أن موسكو وزيرة المناخ البولندية أن خطوة بلادها لن تؤثر على تدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط الأنابيب الذي تديره شركة بولندية، كما أنها لا تخطط لتمديد عقد التوريد الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام 2022 مع جانب روسيا وفقا لوكالة رويترز. هذا وتستخدم وارسو خط الأنابيب يمال لتلقي الغاز من ألمانيا عن طريق عكس التدفقات عندما لا يتدفق الغاز من روسيا نحو أوروبا الغربية. إلى ذلك تواصل صادرات الخمر الروسية المنقولة بحرا تدفقها على الرغم من لوائح الاتحاد الأوروبي التي تحظر التعامل مع شركات الطاقة الحكومية في البلاد، حيث استمرت الشحنات حتى مع تجديد الرئيس الأوكراني دعواته لمزيد من العقوبات ضد موسكو. هذا وانخفض إجمالي شحنات النفط الخام في الأسبوع الماضي، لكنها لم تظهر تأثيرا واضحا لقيود الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 15 من أيار، فيما حملت 32 ناقلة حوالي 24 مليون برميل من محطات التصدير الروسية وفقا لبيانات وتقارير تتبع السفن. في السياق ذاته تحولت جميع الشركات اليونانية التي تستورد الغاز الروسي إلى تسديد قيمته بالروبل وفقا لشروط شركة غاز بروم. هذا وتبلغ حصة روسيا في واردات الغاز اليونانية ما بين 45-55%. من جهة ثانية، أعلن وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف أنه ينوي بحث مسألة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل مع المفوضية الأوروبية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على الغموض الاستراتيجي لم تتغير، جاء ذلك بعدما أدلى بايدن بتصريحات بشأن استعداد بلاده لما سماه الدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزوة صينية، وردت الصين بغضب قائلة أن واشنطن تلعب بالنار. تدابير حازمة ستتخذها الصين لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية، فضلا عن دعوتها الولايات المتحدة إلى توخي الحذر في أقوالها وأفعالها بشأن قضية تايوان. لم يمضي على هذا الكلام سوى 24 ساعة لتزداد وتيرة التصريحات الصينية تماشياً مع كلام الرئيس الأمريكي في طوكيو باستعداد واشنطن للرد عسكرياً في حال هجوم الصين على تايوان، ما يوحي بتصعيد كبير بموقف الولايات المتحدة في مواجهتها مع الصعود الصيني. وتوصيف الأمر هو لعب بالنار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كما يراها مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني. الولايات المتحدة تستخدم ورقة تايوان لاحتواء الصين وستحترق بنفسها. يجب أن تتوقف عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بخطوات تنتهك المبادئ الموضوعة سابقاً بين البلدين. الولايات المتحدة التي تلعب بورقة تايوان وورقة بحر الصين الجنوبي لإحداث فوضى في المنطقة، كما سبق لوزير الخارجية الصيني أن قال يبدي رئيسها رغبة بلاده في التدخل عسكرياً للدفاع عن تايوان في حال تعرضت لأي هجوم صيني. نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة الوضع الراهن من جانب واحد. إذن هي سياسة الغموض الاستراتيجي التي لم تتغير كما وصفها بايدن، فهل تبقى الإدارة الأمريكية مصرة على نهجها المتبع منذ عقود حيال تايوان؟ أم أنها ستعترف بتلك الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يغيرها؟ على حد تعبير الدفاع الصيني، تايوان جزء من الصين. وقبل الختام تذكير بالعناوين. عائدا إلى معزوفة المناطق الآمنة، رئيس النظام التركي يواصل السير في ألاعيبه العدوانية في اتجاه سوريا. سلطنة عمان وإيران توقعان مذكرات تفاهم، وتشيع جثمان العقيد حسن صياد خدائي بحضور قادة الحرس الثورية الإيرانية. تدمير مستودع ذخيرة كبير لمدافع هاوزر أمريكية الصنع والقوات الأوكرانية تلغم مرافق السكك الحديدية أثناء انسحابها من مناطق دونباس. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.